السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتنا دروس تدعيمية لجميع المستويات. سنقوم بتكملة لمراجعة عامة للفصل الثاني والأخير في مادة الرياضيات. لاحظوا معي التمرين الأول، يقول لاحظوا أكمل ما يلي: 345 قسمة 100 يساوي العدد الأول 4 زائد 6 على 7 يساوي كسر، 15 على 7 يساوي عدد زائد كسر، 345 على 100 يساوي إلى عدد. يمثل الجدول التالي المسافة التي قطعها أحد الدراجين بدرجته الهوائية. لاحظوا معي المسافة المقطوعة بالكيلومتر ثم عدد الأيام: 70 يقابلها السبت، 75 الأحد، 80 الاثنين، 60 الثلاثاء، والأربعاء 75. مثل المعلومات الموجودة في الجدول بمخطط بياني، يعني احنا رسموه مخطط بياني. علق على الجدول. التمرين الثالث يقول: أراد طلاء أن يطلي جدار مستطيل الشكل، طوله 8 متر وارتفاعه 2.7 متر، ما هي مساحة الجدار التي سيطليها الدهان؟ يعني لاحظوا جدار مستطيل، عندنا الطول وعندنا الارتفاع. التمرين الرابع: ارسم دائرة مركزها النقطة O وقطرها AB يساوي 5 سنتيم، عين نقطة C و D على الدائرة التي مركزها النقطة O. كيف نسمي القطعة المستقيمة CD؟ ماذا تمثل القطعة المستقيمة OB بالنسبة للدائرة التي مركزها O؟ كم طولها؟ الجزء الثاني المسألة: قطعت سيارة مسافة 240 كيلومتر خلال 4 ساعات، ما هي المسافة التي قد تقطعها السيارة خلال الساعة الواحدة؟ قبل انطلاق السيارة كان في الخزان 15 لتر من الوقود، لاحظوا معي، فأضاف السائق 27 لتر من الوقود، ما هي كمية الوقود موجودة في الخزان؟ يعني التي كانت من قبل والتي أضافها مع الـ مع الـ الـ إذن قبل انطلاق السيارة كم كان؟ وكم أضاف؟ ما هي كمية الوقود الموجودة في الخزان؟ إذا علمت أن ثمن لتر واحد من الوقود تقدر ب 20.23، فما هو ثمن كمية الوقود التي أضافها السائق في خزان سيارته؟ إذا سنقوم بحل هذا الموضوع مع بعض. لاحظوا معي عندنا التمرين الأول أكمل ما يلي: 4 زائد 6 على 7 تساوي إلى 34 على 7، يعني نوحد المقامات 4 نضربها في عدد ليصير مقامها 7، يعني 4 نضربها في عدد ليصير مقامها 7، يعني نضربها في 7 لأنه المقام تاعها هي عبارة عن 4 على 1، إذا 1 في 7 تعطينا 7، باش نوحدوا المقامات 4 في 7، إذا ثم نجمع الحاصل زائد 6. إذا 28 زائد 6 تعطينا 34 على 7. الكسر الثاني 15 على 7 يساوي إلى 2 زائد 1 على 7، هنا نفرقهم 2 زائد 1 على 5، هنا عبارة عن تفكيك، يعني نقسمه على شكل كسرين. لاحظوا معايا إذا 15 هي عبارة عن 14 زائد 1، صح؟ إذا 14 على 7 زائد 1 على 7، إذا 14 على 7 زائد 1 على 7، نوحد لهم المقامات نجد 2 زائد 1 على 7، إذا 345 على 100 يساوي 3.45، يعني عدد مقسوم على 100، نضع الفاصلة عدد رقمين بعد الفاصلة. يمثل الجدول التالي المسافة التي قطعها أحد الدراجين بدرجته الهوائية. لاحظوا الجدول، إذا نمثل هذه المعلومات الموجودة في الجدول. لاحظوا معي في الأعلى نضع المسافة التي طلبت منا، يعني أعطونا 60 70 80 ونضع 75 يعني بيناتهم، وفي الأسفل نضع عدد الأيام ونرسم بالنقطة، أولا 70 تقابلها السبت، الأحد تقابلها 75 يعني ما بين 70 و80، الاثنين تقابلها 80، الثلاثاء تقابلها 60، والأربعاء تقابلها 75 يعني في المنتصف، وبعد نرسمه هذاك المنحنى. التعليق على الجدول: أطول مسافة قطعها الدراج هل كانت يوم الاثنين؟ لاحظوا أعلى مسافة هي كانت يوم الاثنين 80 كيلومتر، أقصر مسافة وقتاش كانت يوم الثلاثاء اللي هي 60 كيلومتر. في يومي الأحد والأربعاء قطع الدراج نفس المسافة يعني 75. هذا هو التعليق على الجدول. تمرين ثالث: أراد طلاء أن يطلي جدار مستطيل الشكل، طوله 8 متر وارتفاعه 2.7، مساحة الجدار التي سيطليها الدهان هي
2.7 في 8 يساوي 21.6 متر مربع. إذن مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض. نضرب 2.7 في 8 ونجد 21.6 متر مربع. التمرين الرابع، ارسم دائرة مركز النقطة O وقطرها 5 سنتيم، يعني AB تساوي 5 سنتيم. لاحظوا القطر تاعها AB اللي هو 5 سنتيم، ومنتصفها هو O اللي هو مركز هذه الدائرة. عين نقطتين C و D كما تلاحظون، نقوم بتعيين C و D على الدائرة التي مركزها النقطة O. نسمي القطعة المستقيمة CD وتر للدائرة، تسمى وتر للدائرة. لاحظوا عندنا القطر وعندنا الوتر. تمثل القطعة المستقيمة OB بالنسبة للدائرة التي مركزها O هي مركزها. إذن القطعة المستقيمة OB ماذا تمثل؟ القطعة المستقيمة OB بالنسبة للدائرة التي مركزها O هو مركزها O، إذن OB هي نصف القطر. لاحظوا معايا OB هي نصف القطر، O مركزها. طولها هو لاحظوا الطول، نقوم ب قسمة 5 قسمة 2 يساوي 2.5. طولها يعني 5. القطعة المستقيمة هذه AB هي 5، إذا باش نحسبه OB إذا نقسمه على 2، نقسم AB على 2 نجد 2.5، إذا طول القطعة هو 2.5. وبهذا نكون أنهينا مراجعة اليوم للرياضيات للسنة الأولى متوسط. شكرا على المتابعة، لا تنسوا دعم القناة ومشاركتها مع الأصدقاء وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ترقبوا فيديوهات قادمة في مراجعة عامة للسنة الأولى متوسط وكذا السنة الخامسة ابتدائي. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.